وعلى دلعونا زيتون بلادي اجود ما يكون. ادور لك على شجره اطلع عليها. طلعتي احنا نختار المناطق كما ذكرنا سابقا، هي المناطق المجاوره للمستوطنات والمجاوره لدير الفصل العنصري والتي يصعب على المزارعين الوصول اليها. هذه جينا لهذه المنطقه لاعتبارين، الاعتبار الاول هي كما ترون هذه المستوطنه قريبه وهنا معسكر للجيش. كما ان صاحب هذه الارض هو رجل كبير بالسن ويحتاج فعلا الى المساعده، وللصدفه هو موجود بجانب هذه المستوطنه. اليوم كما ترون معنا حشد كبير، طلاب مدرسة عنبتة الثانوية، معنا حزب فداء وشبيبة حزب الشعب، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، العديد من المتطوعين، هناك متطوعين أجانب من إيطاليا من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، والعديد من المتطوعين ومناصري وأصدقاء الإغاثة الزراعية. الإغاثة الزراعية حملتها مستمرة، اليوم هو اليوم الأخير في حملتنا لهذا العام، وعلى أمل أن نلتقي بمزارعينا بموسم أفضل وبأوضاع أهدى في العام القادم. توجه إليهم بالشكر والامتنان والله يعطيهم العافية، عاهد والقائمين على الإغاثة الزراعية بكاملهم، لا أستثني أحد أبدا، والحاضرين جميعا إن شاء الله. هذه أرضنا ونحن ثابتون بها ونزرع ونخلع بها بإذن الله تعالى، واليهود راحلين عنا، ارحلوا عنا، راحلين عنا. بس So I am with the International Solidarity Movement, ISM, which is a movement that is international but mixed with Palestinian as well, and one of its main principles is that it's Palestinian-led. So we go where the Palestinians ask us to go. أنا ضمن حركة تضامن العالمي، وهي حركة عالمية ويشارك بها الفلسطينيون، وواحد من أهدافها دعم الأرض الفلسطينية، لذا نذهب إلى الأماكن التي يطلب أصحابها الدعم، وهي حركة غير عدائية، وهي هنا لدعم المزارعين ضد الإجراءات الاحتلالية، ونقدم ما هو ضد العنف بصورة واضحة. وتحديدا في هذا اليوم لدينا حملة لقطف الزيتون رفقة بالمزارعين، خصوصا في تلك المناطق القريبة من المستوطنات والتي تواجه خطرا كبيرا، إذا الحضور الأجنبي مهم جدا في حال مهاجمة المستوطنين لتوثيق هذه الاعتداءات بالكتابة والصورة، ونحب أن نكون إلى جانب الفلسطينيين في مثل هذه الأوقات الصعبة.